أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري على نياق لبونة كانت ترعى بذي قرد، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها بعد أن قتل راعيها. وسمع سلامة بن الأكوع بما حدث، فأنذر إخوانه المسلمين ولحق بعبد الرحمن ورجاله، وأخذ يرميهم بنبله حتى استنقذ من أيديهم النياق وهربوا بأرواحهم. وحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وجدوا سلامة قد سيطر على الموقف واسترجع النياق، فبارك النبي صلى الله عليه وسلم به وأردفه خلفه على راحلته تكريما له على ما صنع، ودخلوا المدينة المنورة مع النياق. وأرسل صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص في سرية نحو نجد، فأنجز مهمته وعاد ليجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر. لم يبدي يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر، وهم سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. ودان لهم يهود خيبر لمكانتهم بين اليهود، وتصدى يهود خيبر للصراع ضد المسلمين، وجرهم قادتهم الجدد للتصدي بغية الانتقام وبدافع الحقد، فقد قام يهود خيبر وزعماؤهم الجدد بدور بارز في تجميع الأحزاب وحشدهم ضد المسلمين، وأنفقوا أموالهم واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم. وأصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم الفتية. في المحرم من السنة السابعة للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1400 مقاتل، فيهم 200 فارس، وتوجه إلى خيبر. وكانت الروح المعنوية للمسلمين عالية، يلهجون بالتهليل والتكبير بأصوات مرتفعة، مما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وسلك المسلمون طريق ثنية الوداع، ثم زغابة ونقم، فالمستناخ، فعصر، فالصهباء، فالخرصة. وحين وصلوا منطقة خيبر سلكوا بين الشق والنطاء، ثم المنزلة، ثم الرجيع التي تقع شمال شرق خيبر حيث عسكروا فيها. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أن يعزل خيبر عن المنطقة الشمالية كما يعزلها عن غطفان. نزل المسلمون بساحة خيبر قبل بزوغ الفجر، وأذن مؤذن الصبح فصلوا، ثم بدأوا هجومهم بعد شروق الشمس. وقد فوجئ الفلاحون من يهود خيبر بالمسلمين وهم في طريقهم إلى أعمالهم، فصاحوا: محمد والخميس، أي والجيش، لأن الجيش ينقسم إلى 5 فرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، وتهارب اليهود إلى حصونهم فأغلقوها دونهم، فحاصرهم المسلمون. وحاولت قبيلة غطفان نجدة حلفائها اليهود، ولكنهم لم يشتركوا خوفا من أن يهاجم المسلمون ديارهم.
وبدأ حصار المسلمين لحصون خيبر، وحمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الراية خلال اليومين الأولين من حصار حصن ناعم، ولقي المسلمون مقاومة عنيفة وأصابتهم شدة وجهد، ولم يتمكنوا من فتح الحصن خلال تلك الفترة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح له. فلما صلى الفجر في اليوم الثالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفع إليه اللواء فحمله، فتم فتح الحصن على يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى عليا بأن يبدأ بدعوة يهود إلى الإسلام وبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منهم منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد استشهد في حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري الذي ألقى عليه مرحب اليهودي رحا من أعلى الحصن، وقد بارزه علي كرم الله وجهه أثناء افتتاح الحصن وقتله، وكان لذلك أثره السلبي في معنويات اليهود، فقد كان مرحب من أبطالهم وفرسانهم المعدودين. وواصل اليهود في حصن الناعم مقاومتهم الحصار لمدة 10 أيام. بعد فتح حصن الناعم توجه المسلمون لحصار حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاء، وقد تحصن فيه 500 مقاتل من اليهود ومعهم المؤن والطعام والمتاع. وقد أبلى المسلمون وحامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا وأحكم الحصار. واستمرت مقاومة اليهود 3 أيام قبل أن يفتح الله بالنصر للمسلمين، وقد غنموا منه الكثير من الطعام والمتاع. وكان حصن قلعة الزبير آخر حصون منطقة النطاة وأكثرها حصانة، وقد تجمع فيه إضافة إلى ما كان فيه أصلا أولئك الذين فروا من حصني الناعم والصعب وبقية حصون اليهود القريبة. وحاصرهم المسلمون وقطعوا عن الحصن مجرى الماء واضطروهم إلى الخروج من الحصن للقتال، وأصابوا منهم 10 من مقاتليهم قبل أن يتم فتح الحصن بعد 3 أيام من الحصار. بعد التخلص من منطقة النطاة حيث واجه المسلمون أشد وأشرس المعارك، انتقل المسلمون من معسكرهم في الرجيع وعسكروا في منطقة المنزلة. وارتفعت معنويات المسلمين بعد تحقيق الانتصارات، وانحطت معنويات اليهود وأصابهم الرعب والقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة النطاة وهي تتهاوى تحت ضربات المسلمين وحصارهم. وتوجه المسلمون لفتح منطقة الشق التي تحتوي على عدد من حصون اليهود، أهمها حصن أبي وحصن النزار. وبعد مبارزات ومداولات وسجال هاجم المسلمون حصن أبي فاقتحموه وحازوا على ما فيه من طعام وشراب ومتاع، وتمكن بعض اليهود من الهرب إلى حصن نزار فدعموا مقاومته بوجه الهجمات الإسلامية وقاتلوا بالنبال والحجارة، غير أنهم سرعان ما تهاوت مقاومتهم وكتب الله النصر للمسلمين وفتح الحصن، وفر من تمكن من مقاتليه إلى منطقة الكتيبة حيث تحصنوا في حصن القموص المنيع، والتحق بعضهم بحصني الوطيح والسلالم. وقد حاصرهم المسلمون 14 يوما حتى طلبوا الصلح من دون قتال.
وكان القتال عند حصن نزار في منطقة الشق هو آخر قتال ليهود خيبر، فقد انهارت بعد ذلك مقاومتهم فاقتصروا على التحصن في قلاعهم وحصونهم، وكانوا دائما ينزلون على الصلح. وأيقن يهود حصني الوطيح والسلالم بعدم جدوى المقاومة بعد أن سقطت حصونهم الشمالية المنيعة النطاط والشق والقموس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ويحقن دماءهم، وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وسقطت أرض خيبر كلها بزروعها ومياهها وحصونها بيد المسلمين. ولما فرغ المسلمون من فتح خيبر بلغت أخبارهم يهود فدك، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح على أن يحقن دماءهم ويسيرهم ويتنازلوا في المقابل عن أموالهم له، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على مطالبهم وتم ما أراد. بعدها حاصر المسلمون وادي القرى فاستسلمت وغنم المسلمون منها أموالا كثيرة، وتركوا النخل والأرض بيدهم وعاملوهم معاملة خيبر، وكذلك الحال تم مع تيماء التي صالحت وعمل أهلها معاملة خيبر ووادي القرى. استشهد خلال هذه المعارك 20 من المسلمين، في حين بلغ عدد قتل اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، رغم أن اليهود كانوا يقاتلون من وراء حصون محصنة وسواتر، وكان المسلمون مكشوفين لا حواجز ولا سواتر. وأحدث حدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء في الجزيرة العربية زلزالا في نفوس المشركين وبين القبائل العربية، وكان وقع ذلك عليهم كالصاعقة، فقد تهاوت الحصون رغم مناعتها وصرامة مقاتليها ووفرة سلاحهم وعتادهم ومؤونتهم. والقبائل العربية تعرف ذلك علم اليقين وتقف أمام هذا الحدث وقد أخذتها الدهشة وسلبتها كل أمل في القضاء على المسلمين وجيشهم. كل ذلك كان سببا في تغيير المواقف أمام انتصار المسلمين الساحق، ولذلك لجأت هذه القبائل لمسالمة المسلمين ومواداتهم، وأدركت عدم جدوى استمرارها في العداء، وفتح ذلك بابا واسعا لنشر الدعوة الإسلامية في أرجاء الجزيرة العربية، وتعززت مكانة المسلمين وازدهى وضعهم الاقتصادي، ونزلت آيات القرآن العظيم تبين وضع الغنائم في خيبر بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. صدق الله العظيم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة، فحملهم النجاشي في سفينتين وعادوا إلى المدينة
والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وفي مقدمتهم جعفر وامرأته أسماء بنت عميس وابنه عبد الله الذي ولد بالحبشة، وكان عددهم 16 رجلا، وأما البقية فقد عادوا فيما بعد، وكان عددهم 34 رجلا. بعدما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح حصون خيبر واطمأن، تعرض لحادث اغتيال من قبل يهودية، وذلك حين قدمت إليه زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم شاة مشوية، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة وجاءت بها، فلما وضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني إنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي ابتلعه، أقام عليها الحد بالقتل. وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى بلاد غطفان القريبة من خيبر شمالا، وذلك لإلقاء الرعب في قلوبهم، ولأنهم كانوا حلفاء خيبر وأرادوا أن يمدوهم بالعتاد والرجال، ولم يكن هناك صدام أو قتال، وإنما عرض لقوة كل من الطرفين. وفي طريق العودة إلى المدينة وفي وقت القيلولة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق عليها سيفه ليأخذ قسطا من الراحة، وتسلل إلى معسكر المسلمين أعرابي حتى وصل إلى المكان الذي يقيل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ السيف المعلق على الشجرة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. وسقط السيف من يد الأعرابي، وغض النبي عليه الصلاة والسلام عنه فلم يعاقبه، ونزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. محمد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 فارسا إلى ترب القريبة من الطائف، وحينما علمت بطون هوازن المقيمة في تربة بمسير عمر إليهم هربوا وولوا الأدبار، فعاد عمر رضي الله عنه بأصحابه إلى المدينة من دون قتال، وكان ذلك في شعبان من السنة 7 للهجرة. وفي ذات الوقت كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد تولى أمر سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة من أرض نجد، فشن عليهم الغارة وقتل منهم وسبى وعاد إلى المدينة،
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد على رأس سرية من 30 رجلا إلى بني مرة بفدك، فاستاق أنعامهم بينما كانوا في بواديهم، وقد لحقوا بالسرية فقتلوا من لم يتجنبهم، وقاتل بشير بن سعد ببسالة حتى سقط فحسبوه ميتا ورجعوا بأنعامهم. فانحاز بشير بعد ذلك إلى فدك وأقام بها أياما حتى ضمدت جراحه ورجع إلى المدينة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله في 130 فارسا بينهم أسامة بن زيد إلى الحرقة من جهينة، فصبحوا القوم وهزموهم. قال أسامة: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد على رأس سرية من 300 رجل، وعقد له اللواء في شوال 7 للهجرة، بعد أن بلغه أن عيينة بن حصن قد واعد جمعا من غطفان بمنطقة الجناب قرب خيبر ليكونوا معا في الزحف على المدينة. وقد هاجمت السرية ديارهم وأصابت غنائم كثيرة من الأنعام، وفر القوم فلم يصادموا أحدا، وأسروا منهم رجلين. قدم بهما بشير إلى المدينة فأسلما، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعارك والسرايا إلى عمرة القضاء، ومعه 2000 من المسلمين سوى النساء والصبيان، ومنهم الذين شهدوا الحديبية. وكان خروجه في ذي القعدة من العام 7 للهجرة، ويمم وجهه شطر مكة لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية، حيث كانوا قد تعاقدوا على أن يدخل هو ومن معه من المسلمين مكة المكرمة لأداء العمرة، وأن تترك لهم قريش مكة 3 أيام، وألا يدخلوا معهم سلاحا إلا السيوف في الغمد. وقد صحب المسلمون أسلحتهم خوفا من غدر قريش، إلا أنهم أبقوها في مكان خارج مكة يدعى يأجج، وتركوا عليها مجموعة من المسلمين لحراستها، ودخلوا بسلاح الراكب والسيوف في غمدها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب مهيب، والمسلمون يلهجون بالتكبير والتلبية، وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط 3 الأولى من طوافهم، وأن يسعوا بين الصفا والمروة مهرولين ليرى المشركون قوتهم. ففعلوا ما أمروا به، فرأتهم قريش وهي مصفة على جبل قيقعان في مواجهة ما بين الركنين،
فتعجبوا من قوتهم وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أشد من كذا وكذا. وعندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك العمرة، أمر جماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الذين كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسكهم، ففعلوا. ثم دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ومكث بها إلى الظهر، ثم أمر بلالا أن يؤذن، فأذن على ظهر الكعبة. وعندما انقضت الأيام الثلاثة، جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها إلى أن اكتمل الناس، ثم انصرف إلى المدينة في ذي الحجة. وفي هذه العمرة وبعد أن تحلل تزوج بميمونة بنت الحارث العامرية، أخت أم الفضل زوج عمه العباس. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة، تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فأخذها علي ودفعها لفاطمة وهي ابنة عمها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها زوجي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ونزل في عمرة القضاء قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم.